احنا النهاردة فين؟ في اكسبو دبي 2020. على مدار 170 سنة هو افضل منصة للكشف عن اجمل الاختراعات واعظمها واللي غيرت شكل العالم بكل اشكالها العلميه والغذائيه والثوره الصناعيه كل حاجه. طب انت تعرف ان اول مره اخترعوا فيها الفشار كان في اكسبو، واول مره داقوا فيها الكاتشب برضو كان في اكسبو. الكمبيوتر واسرع اسانسور واعلى تقنيه من تقنيات الفيديو. مش كده وبس، التاتش سكرين اللي ما نقدرش نعيش من غيره دلوقتي، واول مره نعرف حاجه اسمها تليفون اصلا كانت برضو في اكسبو، قطر المغناطيسي وكمان بسكوت الايس كريم. كل دي حاجات اول مره اتعرضت في معرض اكسبو، ولكل معرض شعار وهدف، اختراع، حاجه جديده. يعني ايه الدول بتتنافس في معرض واحد؟ 192 دوله مشاركه السنه دي في معرض اكسبو 2020، ودي اول مره تحصل ان عدد الدول ده يشترك مع بعض، وكل دولة فيهم هيبقى ليها جناحها الخاص، ودي حاجة مميزة جدا لأن كل دولة هتوريك أحلى حاجة فيها، حتى طريقة الأكل والطبخ، لأن كل جناح هيبقى فيه مطعم بأميز الأكلات اللي الدولة دي مشهورة بيها، فكأنك بتزور كل الدول بكل التفاصيل اللي فيها، ثقافتهم وآخر الإبداعات أو آخر الاختراعات أو التكنولوجيا اللي هم وصلوا لها. مميز قوي إنك تشوف كل ده في مكان واحد. الأميز في رأيي هو المعلم اللي كان بيميز كل أكسبو عن التاني، واللي كان غالباً بيتعمل مخصوص قبل المعرض مخصوص لاستقبال اكسبو، والغريبة انه كان بيعيش بعدها سنين وسنين، لدرجة ان احنا بجد ممكن نبقى مش عارفين اكسبو بس اكيد عارفين المعلم ده. طب انت تعرف ان برج ايفل اصلا لما اتعمل عشان يبقى البوابة بتاعت الافتتاح بتاعت اكسبو في السنة اللي اتعمل فيها في فرنسا؟ وقتها حتى الفرنسيين ما حبوهوش وكانوا عايزين يهدوه بعدها، ودلوقتي هو اهم معلم موجود في فرنسا، مفيش حد ممكن يروح هناك من غير ما يتصور معاه. وفي كمان لعبة الملاهي اللي زي الساقية دي، كلنا نعرفها بس ما نعرفش أول مرة ظهرت كانت فين. ظهرت في أكسبو شيكاغو، كانت برضو معمولة لأول مرة نشوفها أو نكتشفها، ودلوقتي موجودة في كل حتة واسمها الساقية عادي على فكرة. أما بقى عن معلم أكسبو دبي، هو أكبر قبة غير مدعومة في العالم، وطبعاً العمارة، وده هيبان من شكل كل جناح لكل دولة. كل مصممين معماريين المشاهير والكبار بيتنافسوا في المعرض ده إيه أميز تصميم، لأن في آخر كل معرض بيبقى فيه جايزة لأفضل جناح، ودي بتبقى منافسة شرسة جداً ما بين كل الدول. يعني من الآخر كده أكبر حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم كله، بيحصل مرة واحدة بس كل 5 سنين، وبيفضل لمدة 6 شهور كاملة، وعلى الحال ده بقاله 168 سنة. أنا متفهمة إن أغلب الوطن العربي ما يعرفش حاجة عن أكسبو، وده لأنه عمره ما كان موجود في دولة من الدول العربية أو في الشرق الأوسط قبل كده، بس خلاص أخيراً بقى موجود في دولة عربية، والأول مرة في دولة الإمارات. اقروا أكتر عن أكسبو وأوعدكوا هتنبهروا. اقروا عن معرض السنة دي، اقروا عن معارض السنين اللي فاتت، هتكتشفوا إن في حاجات كتير موجودة عندكم في البيت بتتعاملوا بيها كل يوم، أول مرة كان أي حد يسمع عنها كانت معرض أكسبو.